برج الحمل، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بدء الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس، انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول أن تتكيف مع أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. برج الثور، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف، ويمكنهم المضي قدما كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك. برج الجوزاء، أمامك العديد من الفرص الجديدة، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة. التغييرات واردة أيضاً في حياتك الخاصة. استقبل الأشخاص الجدد بترحاب، وسوف تلاحظ إمكانية تطوير الصداقات، وهذا سوف يضيف إلى معارفك الحاليين. برج السرطان، يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعما بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية. أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. برج الأسد، يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس، فقط عليك تغيير منظورك للأشياء، وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة. حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي، يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بكل هدوء. برج العذراء، سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يطلب منك النصح، ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها في من حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين، فربما تكسب قلب شخص آخر. برج الميزان، تغمرك الحيوية والنشاط، ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف. وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي، واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة. برج العقرب، أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني. استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية. لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان. برج القوس، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه. برج الجدي، يلعب القدر لعبته معك، وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تماما. لكن لا تبالي بذلك، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء ستغيب عن ملذات الحياة. إذن لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك، بل على العكس كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما مفاجآت سعيدة. برج الدلو، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس، انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خطتك وامض إلى الأمام، أو حاول أن تتكيف مع أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. برج الحوت، أنت سبب الاحتكاك في العمل، وأنت من يجب أن يوجه له اللوم، ويرجع فشلك إلى نوبات الغضب التي تنتابك وشعورك أن الجميع يعترضون طريقك. اكتشف أهدافك الحقيقية وأبلغ أحبائك مدى حبك لهم في أحيان أكثر.
لا يتعامل جسمك جيداً مع الإجهاد الزائد، ولكن فترات الراحة المستمرة ليست هي الحل السليم.